حدثني عن التجار اللي تم اعتقاله. ايه والله يابا ذاك اليوم كان ورق 127. ايه والحكومه من قروا الدولار صعدونه صار ب 1400. يعني ما لهم ذنب العالم. يعني احنا نجي هنا نشتغل بالحماله ماكو حتى شغل. شوف كلهم عزلت البورصه، التجار كلهم عزلوا. مثل ما جينا لنرجع على البيت. والله نطالب من الحكومه يعني ما يصير هكذا. يعني الحكومه هي اللي صعدت الدولار. يعني هسه الكيس التايت كان ب 10000 بسعر الدولار كان. يعني بس فرق الدولار لانه صار ب 1400 شويه صعدونه. ايه مطالباتكم انتم اطلاق سراح؟ والله نطالب المسؤولين ان يرجعون الدولار على القديم واطلاق سراح هذول التجار. خطيئة لهم ذنب؟ لانه يعني ما لهم ذنب. هو سبب ارتفاع الدولار هم الحكومه هي اللي بيدها كل شيء. شوفوا اعتقالهم شيء لا غير صحيح. ايش الطالب؟ طالب نزل سعر الدولار يرجع الاسعار القديمه. زين تنزل الدولار تنزل البضاعه تنزل. زين يعني ستروح تسدد على القديم ولا جديد؟ جديد يرحمه. سبب اعتقالهم؟ هو هالمدة ارتفاع الاسعار. اي يمكن حتى المحلات المفرزه خايفين. اي طبعا والله صار الناس عم خايفين هنا. لا يتم اعتقالهم. اي زين انتم كاصحاب محلات ايش تطالبون من الحكومه المحليه والمركزيه؟ طالب خلي ينزل الدولار، اهم شيء اسعار الدولار ينزل، ينزل تنزل البضاعه مثل قبل. زين نزل الدولار نزل بقي حالنا حال البقيه شركات. تصور انه اعتقال شيء صحيح؟ لا والله ما صح. هذا هو السوق، هذا السوق اذا طلب هكذا الورق نازل صاعد ماكو اثبات السوق. طبعا العراقي ماكو الشوك. لازم تفرج عليهم لما العاد يجيبون منين؟ من العراق. ان شاء الله. خليه يفرج عنهم. اجل خليه يطلعون الناس ترجع على اليته ترجع على ناس ترجع على يعني ايش يجيب الاعتقال؟ هم ما مسؤولين عن هالشغله. ناس تشتري على الدولار، الدولار صاعد. ينزلون سعر الدولار تنزل البضاعه. يعني اكثر البضاعه كلها مستورده مو محليه. اعتقال هو اثر على السوق هسه، كل السوق معزل. بسبب ايش؟ اعتقال الناس تخاف، ما لها ذنب. فتح على باب الله يبيع يشتري يجون يعتقلونه. يقول له بيع على سعر القديم، الدولار القديم. وين الدولار القديم؟ ما ظل. يعني حتى يوم يومين ثلاث اسبوع 10 ايام خلصت البضاعه. راح اشترى جديد بالسعر الجديد. يجون يعتقلون. تمام ويقول بيع على السعر القديم ما يخاف نبيع. بس ايش قد تظل البضاعه؟ ازيد من اسبوع 10 ايام ما تظل بالمحلات. لازم تشتري جديد، جديد اغلى. زين ايش الطالب يقول انتم؟ يعني يرجعون سعر الصرف على القديم. او يدعمون البطاقه التموينيه. تنزل المواد كلها، يعني هسه ما اشتري شكر، ما اشتري زيت من السوق، لان التموينيه عندي قويه مثل ما كانت قبل. بس التموينيه؟ ماكو طحين بس، وزيت ما شر. بال 14 بال 15 مره والشكر.